اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوف اللي انضموني في الاستوديو، طبعا ابطال الغطس مدربين ولاعبات، كابتن طارق الصغير طبعا مدير جهاز الغطس بالنادي الاهلي، وكمان الغطس بالنادي الاهلي والسباحه التوقعيه. مظبوط كده يا كابتن؟ تمام، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك كابتن هيثم، معايا منورنا في الاستوديو ودايما كده في البطولات والخير. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. برحب طبعا بالكابتن طارق نبيل المدير الفني للغطس، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، منورنا للمره الاولى في النادي الاهلي. ميرسي، اشكرك. معانا طبعا البطله الاولمبيه اللي شاركت في الاولمبيات اللي فاتت واللي منتظرين منها الكثير، طبعا بطله مصر وهتشارك وشاركت في ريو جانيرو وهتشارك ان شاء الله في 2020 الاولمبيات. معانا طبعا الكابتن مها عبد السلام. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ منورنا ومشرفنا. منور حضرتك، شكرا. خلينا نبتدي مع كابتن طارق، الغطس اخباره ايه؟ كلمنا الدنيا فيها ايه؟ احنا فين دلوقتي من الموسم؟ والله احنا السنه اللي فاتت دي كنا ماشيين بمعدل كويس، وتعاقدنا طبعا مع كابتن طارق نبيل. طارق نبيل جمعه مش غريب على النادي الاهلي طبعا، هو ابن من ابناء النادي الاهلي، وكان لحد فتره معينه مدرب عندنا، ثم انتقل لنادي هليوبلس لظروف ما، اشتغل هناك، خلى نادي هليوبلس ما شاء الله في المقدمه. هليوبلس برضه والاهلي ولاد عم برضه كابتن، هنعديها. طلع عنا اربع سنين عشان نرجع نجيبه تاني، الحمد لله وقدرنا نجيبه السنه دي. وكان معانا كان كابتن اسامه خلف، نفس القصه برضه، كان في نادي الجزيره، وقدرنا ان احنا نجيبه النادي عندنا. يعتبروا اثنين من احسن المدربين في مصر. الحمد لله البطوله اللي فاتت كان عندنا بطوله جمهوريه، اشتركنا فيها مرحله البراعم ومرحله الناشئين ومرحله العمومي، حققنا نتائج طيبه ان لم تكن اللي احنا بنرجوها كنادي اهلي، ولكن في تقدم جامد جدا في المستوى، في ناس عملت شغل كويس قوي. ربنا كافئنا بحاجه، يعني احنا اول مره السنه دي ندخل مرحله البراعم ناخد الكاس بتاعها ما شاء الله، بنات والكاس البراعم العام. الناشئين عملنا نتائج متميزه، وبرده في الدرجه الاولى مها عملت شغل كويس جدا، ما شاء الله خدت كاس احسن لاعبه، ما شاء الله حصلت على ميداليتين ذهب وميداليه فضيه. ايوه كده مها، ايوه كده، ايوه كده بقى. يعني زي ما تقول في سيستم اتحط. انت قلت لي يا كابتن لما كنت يعني شرفتنا في الاستوديو كذا مره، قلت ان انا هشتغل على الناشئات والبرايم والناشئين كمان. تمام. وقلت كمان ان انا عايز الالعاب اللي كان عندنا فيها مشكله قبل كده، سواء الغطس او السباحه التوقعيه، وكان كابتن ريتا حضرتك لو تفتكر كانت أيوة معانا، قلت ان انا هشتغل ان انا ارجع نادي الاهلي في مكانه الطبيعي. هو هترجعه بمكانه الطبيعي انك بتشتغل على الاولاد الصغيره. صحيح. لحد برضه هنرجع نقول تاني، احنا قاعدين ام ماشيين، احنا في ناس عايزين نسيب حاجه للنادي الاهلي، نسيب نوعيه جيده من اللاعبين معاها نوعيه جيده من المدربين. انت اي حد هيجي هيقود الفتره دي. صحيح. عندنا بطوله كاس مصر ان شاء الله في شهر 3 بالظبط، كنت لسه هسالك على البطولات القادمه ان شاء الله. بطوله كاس مصر احنا هي دي التارجت بتاعتنا، ان احنا نعمل فيها نتيجه كويسه، وبناء عليه احنا تقدمنا باول ما يمكن مجلس الاداره مسك، احنا تقدمنا بطلب سفر لهولندا عشان نشارك في بطوله اينهوفن الدوليه، وفي اول جلسه تمت الموافقه، اول جلسه مجلس اداره خدنا موافقه تنفيذي على طول، تم الموافقه على طول. على طول وبدانا نشتغل في السفريه، وان شاء الله مسافرين معانا دكتوره رانيا طبعا رئيس البعثه، دكتوره رانيا علواني رئيس البعثه، رئيس البعثه ان شاء الله، ونسافر ان شاء الله يوم 30 وهنرجع يوم 6 ان شاء الله، نبقى جاهزين لبطوله كاس مصر، وبنتمنى التوفيق ان شاء الله. هنغطيكوا يا كابتن في البطوله دي، وهنعرف طبعا احسن النتائج واللي هنعمله، ويمكن كابتن طارق برده اكيد يفيدنا اكتر في البطوله. طبعا. كابتن يعني قول لنا البطوله دي كام دوله مشاركه، ايه اهميتها، ليه اخترنا البطوله دي بالذات في هولندا؟ البطوله دي انا اخترتها ان انا طلعتها 3 مرات مع نادي هليوبلس. طلعتها والنادي الاهلي كان بيشترك في بطوله السويد. السويد دايما بطوله لوند. طلعتها لما كنت انا في الاهلي طلعتها معاهم مره، لما اتنقلت رحت نادي هليوبلس قعدنا 3 سنين، اخر 3 سنين يعني بروح البطوله ديت. اما رحت النادي الاهلي حطيتها في البلان بتاعي. انت شايف ان ايندنهوفن احسن كتير من سويسرا، او انت شايف من السويد اقوى من السويد؟ انا اسف، يعني اقوى هي بتبقى البطوله دي برضو دول اوروبا بتبقى حطاها في السكادول بتاعها عشان خاطر البطولات الدوليه بتاعتهم، فبياخدوها برضو معسكر تدريبي للبطولات الرسميه الدوليه بتاعتهم. كم لاعب ولاعيبه مشاركين يا كابتن؟ لا هو 16 دوله 27 نادي، فلو كل نادي دخل ب 15 لعيب هتعمل لعيبه كتيره قوي، اعداد كبيره قوي. وهي الميزه اللي فيها ان هي ممكن تخش من تحت من فوق 11 سنه لدرجه اولى.
احنا رايحين باعمار سنيه عامله ايه، بس خليني قبل ما اعرف الاعمار السنيه دي بيبلغوني الشوط الاول انتهى المباراه كره السله بين الاهلي والجزيره في نهائي المرتبط. الحقيقه بمفاجاه شويه، الشوط الاول 19-4 للنادي الاهلي، الحقيقه مفاجاه غير متوقعه، جود ستارت، ولكن ده مش يعني مؤشر لنهايه المباراه. كل ده الربع الاول انتهى 19-4 نتيجه كبيره، وكمان انا اسف 29-11 لان احنا 19-4 دي كان الاول، دي النتيجه، كان فاضل دقيقه و12 ثانيه دي من ارض الملعب 29-11، الحقيقه نتيجه كبيره، جود ستارت يا رجاله. النتيجه دي بس النتيجه دي طبعا في الربع الاول مش مؤشر على سير المباراه. يمكن الاهلي كمان عامل اربع فاولات ونادي الجزيره عامل فاولين، يمكن عندنا فاولات اكتر من نادي الجزيره، ولكن بدايه موفقه. لو حافظنا على الفرق ده او حتى الفرق ده مشينا مع نادي الجزيره بونت ببونت، بيتهيألي بنسبه كبيره ممكن ان شاء الله نفوز باللقاء، ويبقى مباراه المرتبط بكره ان شاء الله هي تكون الختام اذا ربنا كرمنا فيها. كل التوفيق لهم النهارده، وهنتابعكم خلال الحلقه كمان عن النتيجه. اتفضل يا كابتن طارق. انا اسف، عايزين نعرف احنا هنشارك في بطوله ايندنهوفن بكام لعيبه ولاعب والمراحل السنيه بتاعتهم ايه يا كابتن؟ احنا هنشترك ب أربع بنات وثلاث ولاد، مراحلهم السنية من 15 سنة لغاية ما هي درجة أولى. طبعًا كنت حابب إن أنا أدخل عدد كبير قوي من اللعيبة، ما قدرناش دلوقتي ندخل لعيبة كتير، إن إحنا ماشيين برولز وماشيين بقواعد جوه النادي، عشان أسفر سفرية زي ديت لازم أرقام معينة وشكل معين يحققه اللاعب عشان يقدر يسافر. تمام تمام. طيب يعني خلينا نقول البطولة دي توقيتها، هل انتوا اخترتوه بعنايه عشان عندنا بطوله بعد كده، ولا هي اللي فرضوا علينا ان البطوله ميعادها كده؟ لا، هو اوريدي في السكيدول البطوله ميعادها بتتلعب في الوقت ده كل سنه. حلو. فبناء على دي احنا ابتديت احط البلان بتاعي ان انا عندي كاس مصر في اخر مارس لغايه نص ابريل، فعايز بطوله قويه. انا طالع من بطوله الجمهوريه، طبعا انا بقالي في النادي الاهلي من لسه السيزون دوت. طبعا ده اول موسم، بس انت طبعا ابن النادي الاهلي وطول عمرك في النادي الاهلي، فانت مش غريب واكيد عارف. انا بتكلم كشغل يعني، انا كشغل. استلمت الشغل في فتره قليله لسه. فحطيت بلان سنوي، ما شاء الله حطيت بلان سنوي عشان نقدر نوصل لجمهوريه تارجت، كاس مصر تارجت. فبدل المعسكرات قلت لا، اختار بطولات دوليه اشترك فيها. من هنا جه اختيار البطوله دي توقيتها كمان. تمام. طب انت الاستجابه لقيتها من النادي الاهلي ازاي يعني اول ما عرفت؟ لا فورا. يعني انا كنت لسه انا مقدم على السفريه من وانا شغال في بطوله الجمهوريه. جميل. ابتديت اقدم عليها فاخدوا موافقه وانا لسه ما خلصتش البطوله يعني. هو ده النادي الاهلي. دي حقيقه. ان شاء الله هيبقى في اكيد دعم كمان وجود الدكتوره رانيا علواني في مجلس اداره في المجلس، سباحه مصر العظيمه طبعا. اكيد ده دفعه كبيره لالعاب الماء كمان. طبعا اكيد دي حقيقه. منتظر اكيد منها المزيد طبعا، اكيد هتساعد بوجودها جوه مجلس اداره معاكم كتير جدا. وهي الدكتوره رانيا يعني تعرفني شخصيا، زميلتي، انا كنا صغيرين طالعين مع بعض يعني. فوجودها مهم جدا بالنسبه لي يعني في السفريه زي دي، ان هي تشوف طبعا تحط الدنيا ماشيه ازاي. اكيد ان شاء الله. لا كل التوفيق لكم يا كابتن، وروح طبعا لبطلتنا الاولمبيه طبعا ريو دي جانيرو، والشغل اللي انت عملتيه كبير جدا. اخبارك ايه يا مها؟ تمام كويسه. قولي لي بقى انت اخر استعداداتك، بتستعدي لايه؟ مستواكي اخباره ايه؟ طمني عليكي كده جنرال. هو انا الحمد لله كان في تجهيز يعني كويس قبل بطوله الجمهوريه، والحمد لله جبت 2 ذهب واحده فضه ما شاء الله، و2 ذهب كمان زوجي مختلط، دي كانت اول مره تحصل. جبت زوجي مختلط مع زياد يسري على 3 متر والثابت، فدي كانت اول مره تحصل. جبت كاس احسن لاعيبه مرحله عموم يعني نساء. يعني انت خدت مجموع 5 ميداليات تقريبا؟ 5 ميداليات، 4 ذهب و1 فضه. ما شاء الله كاس احسن لاعيبه. خدت كاس احسن لاعيبه. تاتش وود، ربنا يكرمك تكملي كده على طول يا رب. طب قولي لي، انت مشاركتك في الاولمبياد اللي فاتت اكيد اديتك خبره، شفتي رؤيه احسن. شايفه نفسك رايحه ازاي في 2020؟ هو يعني دلوقتي يعني شغالين في خطه كويسه، بنتمرن وكده، وفي بطولات جايه ومنها اندهوفن اللي احنا رايحينها ان شاء الله، دي برضه احتكاك كويس. وماشيه على الطريق طبعا كويس الحمد لله. بس في بطولات بقى بنحتك في منافسه قبليها، في تمرين تجهيز،
بس ان شاء الله خير. كابتن طارق يعني اكيد وجوده معاكي. طبعا كابتن طارق طبعا اول ما جه النادي طبعا فرحت كويس، فرحت قوي لان كابتن طارق طبعا مدربين كويسين. كابتن طارق مدربين كويسين طبعا. كابتن اسامه خلف جاي من نادي الجزيره طبعا مدربين كويسين جدا طبعا، فرحت وان شاء الله التجهيز يعني يكون مستوى عالي عشان انافس اولمبياد. يعني مها قولي بتتمرني ازاي؟ انت من اسكندريه صح؟ انا عارف، ما فاكر. طب انت بتتمرني ازاي؟ يومك ازاي بتتمرني؟ هنا دلوقتي دخلت سنه اولى كليه اداب قسم اعلام. يعني بحاول اواظب على حد ما. كليه اداب قسم اعلام جامعه اسكندريه. اسكندريه. طب انا قلت هنا في القاهره. لا. بس ده برضه هتبقي انت مشتته ما بين هنا وهناك، بس بتقدري يعني ماشي الحال لحد ما. ربنا معاكي. طيب بتعملي ايه قولي لي بقى؟ يعني بيبقى عندي محاضرات طبعا كل يوم، وطبعا جماعه مش احنا انتظام، فعندي مواعيد لازم ما ينفعش اغيب اكتر من ثلاث محاضرات، اكتر من ثلاث محاضرات مثلا في الـ في الـ في الترم. فبحاول اوافق يعني. الموضوع متعب. متعذبه جامد. هي جامد. ها طبعا متعذبه جامد المشوار. وهي طبعا كمان اسكندريه حطيت لها بلان تمرين ثلاث ايام في الاسبوع، يعني حاجه ما بتحصلش. بتتمرن يبقى في اسكندريه يا كابتن؟ يعني بتتمرن فيتنس. فيتنس عامل لها برنامج فيتنس شغال عليه. بس خلي بالك، هو اصل هو كلنا مرينا بالمرحله دي. خلي بالك كابتن ومها برضو، فانت هتتعبي شويه بس في الاخر الموضوع بيبقى طبعا. يعني وبالتالي انت كمان موهوبه، ولا ايه رايك كابتن؟ يعني اكيد طبعا هتوصل للمكانه دي طبعا. لا مش عشان على الهواء اقول الحقيقه كابتن. لا دي حقيقه. لا دي حقيقه حقيقه. لا ايوه موهوبه. لا ما هو انا قصدي اقول ان الموهبه ممكن ما تبقاش محتاج قوي الهارد ورك. اي ما هو لازم هارد ورك، ولكن عندك الصيف اشتغلي فيه، عندك بطوله زي اللي احنا رايحين اشتغلي فيه، لان انت مش بس الموضوع على قد الاداء الحركي. لا ده انت عايز عشان توصل الاداء الحركي ده تعمله عايز تمرين بره. كويس صح كلامي ولا لا؟ صح. تمرين ميه من بره. عايز اقول لحضرتك حاجه، دخلنا بطوله الجمهوريه حققت المكاسب دي بثلاث ايام، ثلاث ايام في الاسبوع، ثلاث ايام تدريب بس. يعني قعدت عندها امتحانات لغايه دلوقتي، عندها امتحانات قعدت اسبوعين. اسبوع منهم ما جاتش خالص تمرين خالص. اللي هو الاسبوع اللي قبل الكومبيتيشن، قبل البطوله على طول، قبل المنافسات. قبل الاسبوعين دول كانت واحده التمرين بتاعتها ثلاث ايام، ودي ما بتحصلش في العالم يعني. ما شاء الله. وده برضه يدل على موهبتي كمان بصراحه. دي اللي بتلعب معاكي بابا ولا ماما؟ الاثنين الصراحه. لا مش عايز اجابات دبلوماسيه. عايز لا بابا بيبقى في الشغل، هي ماما بقى. يعني خلينا نقول يعني المشوار برضو راحه جايه. لا صح، يعني بابا برضو فلوس القطر رايح جايه مثلا. ساعات بروح الصبح وارجع بالليل وبعدين. الله يكون في عونك. بس انت عندك حلم. عندي حلم يعني حلمك في الاولمبياد ان شاء الله. مش مشاكل. طب انت هتشوفي في ابطال من اللي لعبتيهم في الاولمبياد هتشوفيهم في بطوله هولندا؟ في لما في لعبه اولمبيين. في لعبات اولمبيات انت قابلتيهم في بطوله ريو دي جانيرو هتشوفيهم هنا. ان شاء الله. بتهيألي بيبان بقى المستوى، بيبان الدنيا. انت عملتي ايه، هم عملوا ايه؟ انت بتهيألي فتره طويله ما اتفرجتوش على بعض. لحد ما، بس احنا عشان الغطس كمان بيتغير من فتره لفتره على طول، يعني ممكن صح. مثلا بعد شهر مستواي يتغير خالص، ممكن بعد اسبوع كمان. صحيح. فالدنيا بتتغير خالص في الغطس، فمش شرط البطوله دي تكون هي المقياس يعني. صحيح. لسه فاضل سنتين. صحيح. طب كابتن، يعني كابتن طارق ارجل حضرتك، انت شايف برضو خلينا نشيل الغطس شويه كده، لان حضرتك مسؤول عن يعني مش رياضه واحده. اخبار يعني السباحه التوقيعيه، خاصه لما حضرتك جيت وتوليت المسؤوليه، كان عندنا مشكله في الجيم ده او في اللعبه دي، اخبارهم ايه دلوقتي؟ السباحه التوقيعيه احنا لسه مخلصين بطوله جمهوريه مرحله البراعم 8 سنين و10 سنين. الحمد لله كسبنا مرحله 8 سنين خدنا اول، ومرحله 10 سنين خدنا ثاني، فرق 3 من 10. برضه مرحله البراعم خلي بال حضرتك احنا مش بصوره تنافسيه قوي، ولكن هي بقدر الامكان احنا بنحاول نجهز البنات. تمام. يعني حتى بنشترك ب ثلاث فرق اي بي سي، ما على بي وسي احنا كسبانينهم في الانديه الثانيه. هي ايه بس احنا ما خسرناش الا مرحله 10 سنين ايه، وخسرناها فرق 3 من 10. طب بس انا برضه معلش انا هقطع حضرتك، طبعا معانا على الهاتف كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. يا كابتن هيثم، ازاي ضيوفك الاعزاء، وبتمسي عليك كلكم، وببقى سعيد جدا 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 في المداخلات الجميله اللي انت بتعملها معايا. كابتن وائل حضرتك يعني ضيف عزيز على قلوبنا، وحاسين بمجهودك المبذول، والحقيقه ابطالك اللي منورنا في الاستوديو الحقيقه برضو يعني بيشرفوك وبيشرفوا او حتى بيترجموا مجهودك لحاجه كويسه يا كابتن وائل.
والله انا ببقى سعيد وفخور بيهم، سواء الاداره الفنيه او الكابتن طارق وكابتن طارق صغير وكابتن طارق نبيل ومع سلام. انا بجد سعيد بمنظومه الغطس، الحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم الفتره اللي فاتت وعملنا نتيجه كبيره جدا بمجهود الناس اللي قاعده قدامك وتعبوا، وانا بشكرهم على الهواء. ان شاء الله بمشيئه الله بنوعد ان احنا هنبقى في نتائج احسن الفتره اللي جايه. طبعا انت عارف موضوع سفريه هولندا، ان شاء الله بمشيئه الله باذن الله خير علينا، والنتائج اللي فاتت حاجه مشرفه. النادي الاهلي منتظر منك كتير، واحنا ان شاء الله زي ما بقول كده في خدمه النادي الاهلي في اي وقت وفي اي، وانتوا قدها ودود يا كابتن الحقيقه. وخليني اسالك سؤال تاني برضو، يعني يمكن بطوله هولندا هي البدايه، انت عندك بطولات اكيد اجنده دوليه، يعني الفتره اللي جايه انت عايز تشارك في ايه او بتحلم في مشاركه ايه دوليه؟ ان شاء الله بمشيئه الله. انت احنا عندنا دلوقتي مشاركه دوليه بالنسبه للاعبين اللي قدامك، مع عبد السلام كانت لسه راجع من الاولمبياد، تمام، ده بطوله عالم ان شاء الله. عندنا ولدين وبنتين ناشئين ان شاء الله بمشيئه الله نشوفهم في بطوله البحر الابيض وبطوله العالم. احنا بنعد الاولاد بتوعنا عشان ان شاء الله بمشيئه الله نشوف 2020 كل نسبة كبيرة من منتخب مصر في الغطس من النادي الأهلي إن شاء الله بمشيئة الله. إن شاء الله. بالنسبة للبطولات المحلية عندنا بطولة إن شاء الله في شهر 4، ودي بنعمل لها استعداد من دلوقتي، ومسافرين هولندا، وفي بعد كده معسكر مغلق للولاد، وإن شاء الله تشوف النتيجة المرة الجاية إن شاء الله بمشيئة الله أحسن من المرة دي إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. مجهود مشرف كابتن وائل عزت طبعا رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، شكرا جزيلا. مجهود الحقيقه يشرف وجود حضرتك دايما معانا، بيشرفنا في الاستوديو يا كابتن وائل، لان انت من الناس المخلصين للنادي الاهلي ومجهودك باين الحقيقه من فتره طويله. ارجع لكابتن طارق، معلش قطعت حضرتك. لا لا طبعا كان مهم جدا كابتن وائل يكون معانا. اكيد خلي بالك كابتن وائل بيشرف على 4 ألعاب، كل لعبه صعب جدا انك تديرها لوحدك. صحيح. فما بالك ب4 ألعاب. صحيح. هو في الاخر كلنا بنصب عنده، بس في نتائج الحمد لله. الحمد لله في نتائج. خلي بقى حضرتك برضو احنا بقالنا 4-5 سنين بنشتغل الحمد لله. الحمد لله، ودي اهم حاجه، مفيش خلافات، في تفاهم. لما بنقول فلان هيجي خلاص يجي، فلان خلاص مش هيبقى، مش هينفعنا الفتره الجايه، مش هينفعنا. بنرسم السياسه ازاي، بنمشي في في سيستم محطوط، وفي كيمياء بيننا حلوه قوي، وده يمكن سر نجاحنا قبل ما يبقى فيه حاجه فنيه او حاجه. تمام. طب كابتن خلينا نتكلم برضو عن السباحه التوقعيه، يمكن هل في مشاركات قريبه ليه؟ لان احنا عندنا 6 أو 7 لاعبات من النادي الاهلي مع المنتخب، وطبعا كابتن ريت هي مديره الفن، المدير الفني بتاعتهم هنا وهناك. خلينا نقول اخبارهم ايه الفتره الجايه في اشتراكات دوليه، مخطوط خطه بتاعتهم ايه الفتره الجايه؟ احنا ان شاء الله عندنا بطوله الجمهوريه هتبتدي في شهر 3 اللي جاي. جميع المراحل 12 سنه 15 سنه 18 سنه درجه اولى، وزي ما قلت لحضرتك برضو في اللقاء السابق، الولاد او البنات اللي هم اشتركوا في البطوله الدوليه اللي كانت معموله في البرتغال، بحر ابيض متوسط، هم دول النواة كانت بتاعتنا من قيمه 3-4 سنين، احنا بنجني ثمارها دلوقتي. هم هيلعبوا 18 سنه، هينافسوا نادي لوبس، نادي كبير جدا في مجال السباحه التوقعيه. كل البنات عنده درجه اولى 18 سنه ودرجه اولى منتخب، ومع ذلك احنا ان شاء الله هننافسهم وان شاء الله نحقق نتيجه طيبه، زائد ان هم هيشتركوا في الدرجه الاولى اول مره السنه دي، هنشترك بالدرجه الاولى. ده شغل من 3-4 سنين، الموضوع طبيعي. بعد ده التارجت بتاعنا، وده اللي احنا كنا عايزين. التارجت اللي انت عايزه لما يطلعوا درجه اولى يكونوا اكتسبوا خبرات. احنا بقى لنا 27 سنه او فوق 27 سنه كمان مش متواجدين كدرجه اولى عن السباحه الطبيعيه. قلت لي انا جاي عشان الحته دي. لما بنشوفهم، والله صدقني لما بنشوفهم كده، احنا الواحد بيسترجع ال4 سنين اللي فاتوا او ال5-6 سنين اللي فاتوا، والواحد بيبقى سعيد جدا. لعيبك لما بطلع الحمام السباحه وبتفرج على التمرين بتاعك، واوقات كتيره جدا ببقى معدي رايح جاي، ببقى سعيد من الروح، سعيد من الاسر اللي قاعده. بالظبط بالظبط. لا عاملين جو حلو، والتشابه، وان ما فيش حد يقع منك في الفتره دي بحكم ان هم بنات، برضو عندهم مذاكره، عندهم دراسه، طبعا الدراسه قاسيه جدا، وممكن ولي الامر يمل منك في وقت من الاوقات، لان عدد ساعات التدريب عاليه جدا وكتيره جدا، واوقاتها ممكن تكون مش مناسبه. صحيح. في دروس، في عوامل اخرى، فكون ان هم محافظين بهذا التقدم وتواجدهم دي حاجه كويسه جدا، وانا بشكرهم عليها. يعني بس برضو خليني اقول لك، لعبه الغطس، انا مش عايز اخرج عن لعبه الغطس، انا جاي النهارده مش بقى السباحه التوقعيه بس، الغطس انا الشيء يسكر. لان احنا قعدنا كتير قوي اتكلمنا سباحه توقعيه، ولكن لعبه الغطس النهارده انا عندي مش بقل طبعا من الناس اللي فاتت، عندي كابتن اسامه كساب، كابتن طارق، كابتن اسامه
خلف ده مدرب من احسن مدربين في مصر جبناه من نادي الجزيره ما شاء الله. كابتن محمود الحياتي، كابتن احمد هنيدي، ناس كلها يعني جهاز محترم يا كابتن، جهاز كامل ما شاء الله. دكتوره ناهد، عمرو الكاشف، كابتن عمرو الكاشف من اول سنه برضو انضم معانا السنه دي، في كابتن منى هجراسي مدير قطاع التعليم تحت عامله شغل كويس جدا. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا ابتدينا حته حته، لكن في الاخر توصلنا ان بقت المنظومه كملت وخلاص حان الوقت ان احنا نجني الثمار ده. حاجه جميله. ويمكن كابتن طارق كمان يعني لما حضرتك رجعت طبعا النادي الاهلي بيتك حسيت ان دخلت في المنظومه على طول. على طول انا كنت عامل بلان، يعني انا كنت بكلمهم اقول لهم يا جماعه يعني ما تقلقوش انا عامل بلان اول ما اجي انفذه على طول، يعني مش يعني انا واحد منكم. ان انا كنت قعدت 9 سنين في اليوبلس، وطبعا يعني يشرفني ان انا كنت في نادي اليوبلس 9 سنين، حصل فيهم نادي اليوبلس على 9 دراع عام ما شاء الله. والنادي الاهلي طبعا انا كنت دايما وانا في الايفنتات والسباقات اللعيبه بتاعت الاهلي بتنط بشجع، يعني واحد منهم، يعني في مشاكل بواقف معاهم بحلها، فحاسس بيهم وعايش المشاكل بتاعتهم وعايش فين ال مش غريب على اولاد النادي الاهلي. فدخلت يعني ما خدش وقت، يعني هو وكابتن طارق الصغير ووائل وكابتن وائل وكابتن فاضل. محمد فاضل يعني عمل معايا سبورت جامد، يعني سبورت ليه جامد جدا وهو يستاهل ده. صحيح. بقول يا كابتن انت لما جيت قلت وحضرتك جاي، انت بتيجي تقول انا جاي اعمل كذا، انا شايف ان في مشكله طبعا. لا انا جيت قلت لهم انتوا عايزين مني ايه؟ يعني مش هعمل كذا. طب قالوا لك ايه يا كابتن؟ ما تقول يعني مش كلام الدبلوماسي. لا فعلا لا، كلموني في قاعده استراتيجي للقاعده. ما بتضحك، خد بالك. اتفضل يا كابتن. لا دي واحده من ضمن الاسباب ان كان بيحصل مشاكل، ان هي في اجهزه مش موجوده للاسف. نادي اليوبلس يعني الدايفنج بالنسبه له لعبة أساسية، قطعوا فيها شوط كبير. طلبت الأجهزة دي يا كابتن؟ طلبت الأجهزة دي. هي مهما كانت في الأهلي كانت بتيجي تشتغل معايا وأنا في اليوبلس على الأجهزة دي. يعني ساعة انضمامها للمنتخب، فقبل ما تروح موجودة في اليوبلس بالظبط. بس انا طلبتها وان شاء الله جايه وخدمتها. طلبتها وان شاء الله هتتحقق ان شاء الله. يعني اهم حاجه عندنا يمكن البوردات كان فيها مشكله مهمه، يعني مشكله صعبه جدا. البورد ده لازم يبقى المتحرك. البورد المتحرك ده لازم يبقى مظبوط قوي عشان الولد نفسه او اللاعيبه او اللاعب لازم ينط وهو مطمن. لو طلع ولقى البورد مش مظبوط هيبقى يعني عمليه داخله في خطر كمان على الـ على الـ على اللاعب او اللاعيبه. في البابل سيستم ده جهاز برضو كنا البابل سيستم امتصاص الكرابيج، يعني عشان اللاعب يحس بامان وهو نازل ما ياخدش كرباج. فدي برضو بتاثر، بالتالي المدير الفني بيقدر يدي درجه صعوبه اعلى. البابل سيستم ده عشان اللاعب وهو بينط ما ياخدش كرباج، يقوم يقدر ينفذ لك الحركات الصعبه وهي حركات درجات. لو البابل السيستم ده مش موجود رفعت طبعا اكيد هتلاقي رفعت مذكره بالكلام ده. طبعا وهيتوافق عليها ان شاء الله باذن الله. انا كل ثقه ان مجلس اداره النادي الاهلي هيدعم الالعاب كلها، انا عندي ثقه بكده ان شاء الله. طبعا ان شاء الله يعني اكيد. ودي والسباحه من الالعاب الاساسيه، وكمان مش كده بس، احنا برضو بنحلم بقى ان يبقى عندنا الساعه بتاعتنا يا كابتن بقى على مستوى السباحه ان شاء الله. لا ان شاء الله عشان نقدر ننفذ بطولات عالميه. خلي بالك يعني اول جلسه مجلس اداره بياخد قرار بسفر بعثة الغطس. يعني لما تيجي ترتب الالعاب حتى يعني في العاب الماء الغطس مش لعبه رقم واحد، بس جت وقتها مطلوب. بس جت وقتها وعارفين اهميتها وكتبنا مذكره وتوافق عليها. نفس الكلام بالاجهزه، هم النشاط الرياضي بعتوا لنا قالوا لنا طلباتكم من اول وجديد وعايزين طلباتكم كامله كلها. صحيح. طب نجزئها، طب كلها عايزينها كلها مره واحده عشان تيجي. صحيح. فكتبنا طلباتنا ووديتهم لكابتن وائل. طبعا كابتن وائل بدوره رفع ان شاء الله. خلينا اجي لك تمرينك، ايه اللي بيعلي مستواك؟ يعني اللاعب اي الغطس بالنسبه للناس يعني برضو رياضه بنتفرج عليها بس انما مش عارفين الديتيلز، ايه اللي بيعلي مستواك؟ هل قصه المسابقات؟ ايه اللي بيعلي مستواك؟ هو في اساسيات قبل، يعني مثلا لما بعمل حركه مثلا 3.5 لفات في تجهيزات قبليها، مثلا يعني حركه متقسمه مثلا جامب، لف، دوران ونزول ميه، فكل حاجه من دي بتتظبط بحاجات معينه، فكل حاجه من دي بتاخد يعني وقت، فدي طبعا حاجات دي. وفي بقى الشغل الارضي طبعا بيظبط حاجات الميه واللف والدوران. محتاجين نفس في اللعبه أنا. نفس يعني جري. فيتنس، يعني احنا محتاج كل في اللعبه دي بنحتاج كل حاجه، يعني فيتنس وجمباز وحركه جمباز ومرونه كل حاجه. يعني صحيح. دي يعني انت بتجهزي الحركه على الارض الاول قبل ما تطلع تنفذها.
على الاستاد صح؟ لازم الحواس كلها تبقى شغاله كل الحواس لازم تتنمى في توافق بين عصبي كل حاجه الملي بيفرق كل حاجه يعني لو عملت حركه قبل حركه او يعني صعب لا صعبه وكمان الواحد بيبقى شايف نفسه انت شايفه نفسك انت تعمل الحركه تنزلي تتفرج على نفسك اي غلط بيأثر على الحركه يعني اي بس حاجه يعني مثلا ايدي مثلا قدام شويه تأثر على الحركه فاي حاجه اتغيرت تأثر على الحركه صعبه الحركه بتبقى لا كومبوني ولا صعبه جدا لا يعني عشان الحركه الواحده يعني تتعمل تعللها لسكيل مهارات تقعد ستيبس كبيره قوي كابتن هقطعك يعني لحظات انتهى الشوط الثاني منذ لحظات في مباراه كره السله الاهلي الجزيره النتيجه قدامكم 46-32 فرق 14 بونت الشوط الاول انتهى 29-11 كان فرق 18 الشوط الثاني الجزيره كسب فرق 4 بونت اذا المحصله 14 نقطه 46-32 نتيجه كويسه يعني ده لما تطلع في الهاف تايم جايب فرق 14 نقطه نتيجه كويسه ولكن انا شايف النتيجه دي برضو مش هي اللي تحسم اللقاء نادي الجزيره نادي كبير ونادي عنده لعيبه دوليين رامي جنيدي شريف جنيدي ومدير فني الكرداني طبعا يعني الصاعد الواحد لا الفرق كويس او كل حاجه جود ستارت ولكن محتاجين الثالث والشوط الثالث هو اهم ما في المباراه يعني يمكن هو الشوط الثالث لو النادي الاهلي عدى بالفرق ده بنسبه كبيره ان شاء الله ممكن يكون الفوز للنادي الاهلي خلينا نشوف ونتابع برضو اثناء البرنامج ولو حتى بعد البرنامج زميلي كابتن محمد فاروق سعد اكيد هيتابع المباراه معلش ارجع لك تاني يا مهن اسف قطعتك يعني وقطعت كابتن طارق ان 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 حركه الايد حتى بتاثر الاتزان حتى المود النفسي كمان بيفرق لو جاي مجهد برضو بيبقى الموضوع كل حاجه بتاثر طيب الاحتكاك يعني خلينا نقول التمرين بتنط في التمرين كتير وبتتمرن كتير الاشتراكات في البطولات بيديكي ايه؟ طبعا ما بيخلينيش ابقى خايفه يعني بيديلي ثقه طبعا في نفسي يعني وبعدين حركه مثلا لو غلطت بتعلم من غلطي يعني مثلا كان عندي مشكله في الحركه دي وعملت مثلا نطيت وحش في البطوله يبقى في سبب ان انا يعني نطيت وحش في البطوله صحيح فبعالج بقى السبب ده صحيح طب يعني برضو كابتن طارق خليني اقول لك خلينا نسال البطولات مش بس يعني ناحيه نفسيه اكيد لان هو اللعيب لما بيتحط تحت ضغط بيبقى قلقان البطولات الكتيره دي ممكن ليها فايده تانية غير النفسي يعني التكنيك والحاجات دي ثاني التمرين برضه طبعا ليها فايده غير الفرق غير الفايده النفسيه بيبقى فيها فايده في ان انت تبقى شغال البروجرس بتاعك عامل ازاي التوتال بتاعك سكورك صحيح. هل انت بتطوره ولا مش بتطوره كل فتره بتعمل زي تيست لنفسك كده طب كابتن انا اسف هقطعك ونرجع تاني للمنافسات معانا على الهاتف الكابتن فادي هاني المدير الفني لفريق الجيش لكره السله كابتن فادي البقاء لله الاول بقاء لله يا كابتن بقاء لله لينا كلنا كل اسره كره السله يعني وفاه الكابتن محمد الجزار رحمه الله عليه كانت مفاجاه كبيره لينا خاصه ان الوفاه كانت مفاجاه بعد مباراه نادي الجيش ونادي الاتحاد السكندري باسكندريه والله يا كابتن هيثم احنا هي فاجعه يعني صدمه كبيره احنا رجعنا يوم بعد المباراه بالليل وكانت الامور كلها كويسه فما تاني يوم بقى قضاء الله يعني وربنا يرحمه ويغفر له ربنا يرحمه ويحسن اليه كابتن فادي يعني ايه اللي هيعمله نادي الجيش طبعا لتأبين الراحل الكابتن محمد الجزار بص يا كابتن طبعا نادي الجيش لو عمل اي حاجه مش هيوفي الكابتن محمد الجزار حقه يعني بس احنا ان شاء الله هننظم زي مباراه تأبين او تكريم ليه لاسم الراحل يعني يوم الثلاث الجاي ان شاء الله 9 وانا بدعي الناس كلها عن طريق قناه النادي الاهلي عن طريقك الناس كلها تكون موجوده وتشرفنا في النادي ان شاء الله نبقى موجودين باذن الله ان شاء الله هيكون تحت رعايه الاتحاد المصري ومنطقه القاهره والجيزه واللي هو مجدي اللوزي رئيس نادي الرياضه طبعا هو اللي هيبقى كل حاجه يعني ان شاء الله وهو اللي على راس التنظيم يعني احنا بندعو كل من لعيبه الانديه وكل الانديه مصر ان هي تحضر التكريم دوت يعني او التأبين دوت ويعني يكون ان شاء الله حاجه بسيطه يعني بالنسبه للجانب الاخر اللي هو الجانب المادي يعني ان شاء الله المعنوي المادي ان شاء الله احنا عاملين له حاجه كبيره يعني ان شاء الله وربنا يعني يكرمه ان شاء الله ونقدر نوفي اولاده هو انت عارف ان هو عنده ولدين صغيرين يعني ربنا يتولاهم بقى ان شاء الله يعني ونكون بنقدر نساعدهم في حاجه بسيطه يعني حقيقة كلام محترم يعني تكريم نادي الجيش هيبقى معنوي ومادي في نفس الوقت وربنا يعينك وتتخطى الازمه دي بالفرق لان دي الحقيقه الازمه دي او الصدمه دي خاصه ان كابتن احمد الجزار اخوه المدرب العام معاك يا كابتن فادي
لا تمام، ده علاوه على دي بقى ان اخو محمد، اخو احمد الجزار طبعا المدرب العام، هو لعب في الفرقه دي 12 سنه كابتن هيثم، وكان كابتن الفرقه، وهو قريب جدا لغايه السنه اللي فاتت كان بيلعب، وكان قريب جدا من كل اللعيبه، والسنه دي هو ما بقى المدير الاداري للفريق. يعني انا مش عايز اقول لك دوره كان قد ايه كبير، وهو قريب منهم قد ايه، هو يعني صدر حنان ليهم، هو القوي، هو كل حاجه كان في الفرقه بصراحه. يعني كان قريب جدا بالنسبه لهم، اللعيبه كلها متاثره تاثر غير طبيعي. يعني ان شاء الله يعني المحنه دي نقدر نعديها، وهنعديها باللي احنا هنعمله له ان شاء الله، لما اللعيبه تحس ان احنا واقفين جنبه وما سبناهوش. يعني ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن باذن الله ان شاء الله. كابتن فادي هاني المدير الفني طبعا لنادي الجيش لكره السله، شكرا جزيلا. ان شاء الله تكريم كابتن محمد الجزار يليق باسمه، ان شاء الله نحاول قناه النادي الاهلي نكون موجودين يوم تكريمه يوم الثلاثاء، هنحاول طبعا ان شاء الله نبقى هناك. رحمه الله عليك يا كابتن محمد. ارجع طبعا لحلقتنا نجوم الغطس طبعا معانا. كابتن انا اسف قطعت حضرتك، فائده المشاركات طبعا لا هي دول. هي بتبقى الدايفنج ده بيبقى غطس لعبه سكور، فاللي بيجيب سكور اعلى هو اللي بيكسب. فيجيب سكور بقى تحت ضغط، عنده مشاكل، بيتمرن كويس ولا لا، معمول له اعداد كويس ولا لا، يعني بيتحط في سيتويشن ان هو لازم يجيب سكور عشان يكسب. تمام. طب كابتن يعني سؤالي الاخير ليك، طموحاتك ايه مع النادي الاهلي على المستوى القريب؟ اخد دراع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شايف ده قريب يا كابتن؟ ان شاء الله باذن الله. باذن الله يعني وقاعده طبعا، يعني انا عايز اعمل بصمه للنادي فعلا. الناس عامله سبورت جامد جدا، واي حاجه بطلبها بيعملوها لي، فلازم اشتغل يعني، لازم يبقى في حاجه يعني. ان شاء الله يبقى في حاجه، ناخد الدرع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. قولي لي يعني طموحاتك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ ان انا اجيب كذا ميداليه، ده مش ذهب واحده في بطوله اندوفن وبس. ولو طلعنا بطوله تبع المنتخب ان شاء الله تكون كاس العالم في شهر 6 في الصين، ادخل فاينل ان شاء الله. طبعا طبعا حلم كبير اللي هي اولمبياد طوكيو 2020، طبعا دي حلمي الكبير ان شاء الله اوصل له واتاهل، وبعد ما اتاهل ادخل فاينل كمان ان شاء الله. ما ان شاء الله عايز في الاستوديو بطوله ميدالية اولمبيه لو سمحت. ان شاء الله. لو سمحت بجد يعني عايزين بطوله اولمبيه ان شاء الله منك، وكلنا يعني ندعي لك من قلوبنا ان شاء الله ربنا يوفقك. ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن طارق، طموحاتك ايه وخطتك ايه والبلان كراجل مسؤول؟ هنا هي في طموحات محليه وفي طموحات دوليه. طموحات المحليه طبعا اشوف زي ما قال كابتن طارق ناخد الدرع. الطموحات الدولية عايز أشوف مها إن شاء الله في طوكيو، وما بعد مها عندنا لعيبة كويسة جدا، خامات كويسة جدا، عندي أحمد يحيى، زياد يسري، زياد المرسي، يوسف مغربي، شاهد أيمن، مش عايز أنسى حد، عندي لعيبة كويسة كتير، بتمنى إن هم كلهم يخشوا منتخب يمثلوا مصر في البطولات الدولية ويعملوا نتيجة كويسة في البطولات الدولية، دي حاجة تسعدنا إحنا كنادي أهلي، وأتمنى أشوفهم كلهم زي مها ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله. بيك يا كابتن مجهودك ان شاء الله تشوفك النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن طارق الصغير طبعا مدير جهاز يعني الغطس والسباحه التوقعيه، نورتنا وشرفتنا يا كابتن، وبنشكرك على المجهود اللي انت بتبذله. احنا اللي بنشكر قناه الاهلي طبعا على الاهتمام بالالعاب، وده مش شيء جديد عليكم، ونتمنى ان احنا نبقى دايما مع حضرتك كده كابتن هيثم ان شاء الله. كابتن واحنا هنا عشانكم، ربنا يخليك. ربنا يكرمك. كابتن طارق نبيل بشكرك شكرا جزيلا، ويلكم باك للنادي بتاعك وبيتك النادي الاهلي. اكيد. ميرسي جدا. ان شاء الله الدرع العام ان شاء الله باذن الله بعديها باذن الله. باذن الله باذن الله. مها سلام طبعا بطله مصر واللاعيبه الاولمبيه الكبيره، نورتيني وشرفتيني، وربنا يعينك على الحرب اللي انت فيها ان شاء الله. شكرا سيدة ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، انطلق يعني انتهت حلقتنا مع ابطال الغطس نجومنا الجمال. سريعا بكره تستنونا من الساعه 3، عندنا يوم طويل مع كره السله ان شاء الله. احنا هنذيع مرتبط 16 سنه النادي الاهلي والجزيره، ونذيع بعد كده الفريق الاول النادي الاهلي والجزيره نهائي دوري المرتبط او المباراه النهائيه. انتظرونا بكره، يوم جميل محضر لكم مفاجات، هيبقى يوم ممتع ان شاء الله مع ملوك الصالات. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، الى لقاء غدا الساعه 13:00. شكرا جزيلا.